في شيء ما فينا ننسى انه نحن دائما بكل شيء ما نقوله نعمله كان مبادرات ولا اعمار ما عم جيب سيره الدوله. يعني هيدا شلنا ايدنا منها للاسف. اي صح نحن عم نتدمر عن جد، البيوت رايحه. بس نحن مسبقا بنعرف انه اصلا دولتنا ما عاملين حسابها للاسف. خطه الطوارئ بالوضع ايه كخطه الطوارئ اللي قالوا عاملينها ما شفنا منها شيء. يعني انجا حتى ما قدرت تلبي ولا لبت وين عاملينها؟ هو اذا فيك تطلعي شوي على خطه الطوارئ المعموله بتقول يمكن احسن انه ما عملوها ما شو فيها. حتى لا بالبلديات فيك توصلي لها، يعني حتى مش موزعينها. يعني عندنا تقريبا اكثر من 850 مركز ايواء، بس بدنا تجهيز. مش قصه مراكز ايواء، انا فيني ارصد مراكز ايواء عادي. هلا بفتح جامعه، بس انا اذا مش قادر اكفي هالجامعه احتياجاتها. طيب من وين عم بيجوا هول المساعدات؟ لاي سبب؟ المساعدات عم تجي كلها فرديه ومن المنظمات الاجتماعيه. وعم يجي مساعدات من برا بس وين؟ وبعض الاحزاب عم تتكفل بكم مركز، بس هيدا مش حل. هيدا مش حل. منو حل دائم صح؟ اكيد منو حل دائم. وين خطه الاجلاء؟ وين خطه الطوارئ اللي كنا نحكي عنها وطلبنا فيها؟ وين المفاوضات الدبلوماسيه اللي الدول المفروض تكون عم بتقوم فيها؟ وحتى ضمن خطه الطوارئ في شيء للدراسه، في شيء للتربيه، بيكون ضمن خطه الطوارئ هذا اللي كنا عم نحكي عنه. خطه الطوارئ بتعالج كل القطاعات.